في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية المجانية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 1600 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. عندي معمل دم وطفيليات، اي حالات من المرضى اللي بيحتاجوا حالات خارجيه، يا اما عن طريق ابو خليفه او المجمع الطبي، يا اما بالتنسيق مع مؤسسه حياه كريمه في المستشفيات الجامعيه. احنا الحمد لله النهارده القافله يعتبر رقم 20 في الاسماعيليه. القافله دي طبعا كانت يعني مش عايز اقول لك بتخدم الناس خدمه كويسه، واللي بيعوز عمليه جراحيه بيروح للمستشفيات. القافلة دي رقم 20، يعني المستهدف كده احنا لو نحسبها مثلا 500 فرد في القافلة، احنا كده تجاوزنا اكتر من 10,000 نسمة خدمناهم بمحافظة اسماعيلية. فاحنا بنشكر سيادة الرئيس، بنشكر مبادرة حياة كريمة ان هي وصلت لكل نجع وكل بيت وكل قرية في محافظة اسماعيلية.